إليك أهم الهدايا التي يفضلها الأشخاص بحسب تاريخ ميلادهم. مواليده شهر يناير يفضلون الهدايا النفيسة والنادرة التي لا يملكها أحد غيرهم بهدف الاستفادة منها في المستقبل والتي يزيد سعرها مع الوقت. وقم باختيار مطعم أكله لذيذ فهم يعشقون الطعام. مواليد شهر فبراير يحبون الهدايا الفاخرة التي تبرز مكانتهم في المجتمع، ولكن لا تجتهد في الهدية فقد يلمحون لك ماذا يريدون وما الذي يعجبهم، فإذا أحضرت هدية ليست على مزاجهم مهما كان ثمنها سوف يقومون بتبديلها فوراً. مواليد شهر مارس يحبون المفاجآت والشعور بأنهم محاطون بالأصدقاء ومحبوبون، فإذا أردت تقديم الهدية قم بذلك أمام الأهل والأصدقاء خلال حفل صغير في المنزل مع الديكورات المميزة، ولا مانع من الورود فهم يعشقون أن يكونوا نجوم المكان أينما حلوا. مواليد شهر أبريل أكثر ما يهم مواليد شهر أبريل هو طريقة التقديم، فورق الهدية وأسلوب تزيينها بالنسبة لهم أهم من الهدية نفسها التي لا يهم ثمنها بقدر رغبتهم بها، ولا تنسى اختيار مطعم رومانسي. مواليد شهر مايو يحبون الهدايا التي ترمز إلى شيء معين في العلاقة أو شيء خاص بهم. مواليد شهر حزيران أحضر لهم موبايلاً فهم كثيرو الكلام ولا يتخلون عن الهاتف أبداً، كما يحبون الأشياء المتطورة والحديثة من كل شيء يمتلكونه، فلو كانت تمتلك حقيبة من نوع معين ونزلت واحدة جديدة لنفس النوع سارع وأحضرها لها ولا تنسى الشوكولا. مواليد شهر تموز لا يهتمون كثيراً بالهدايا والمناسبات وقد لا تعني لهم غالب الأحيان، وتلفتهم الهدايا الغريبة أو التذكار من أحد الدول أو أن تحجز لهم تذكرة سفر لعدة دول في وقت واحد ولكن لوحدهم، فهم يكرهون الضجيج والتجمعات. مواليد شهر أغسطس أعطيهم المال ليختاروا هديتهم، فلا هدية أجمل لهم من المال النقدي، فلا أحد يفهم ذوقهم ويحبون التسوق لوحدهم واختيار أشيائهم بأنفسهم، أو قد يرغبون بتوفير هذا المال لغاية في نفسهم أو لمشروع خاص بهم، ولكن لا تنسى اختيار مكان صاخب لسهرة مميزة يفرغون بها عن أنفسهم. مواليد شهر أيلول تلفتهم الهدايا الناعمة والبسيطة مثل عقد أو سوار ناعم أو حقيبة ثمينة بتصميم بسيط، فهم يحبون الأشياء الكلاسيكية المميزة وأي شيء ستقدمه لهم سيشعرونك بالامتنان بما قدمته لهم وكأنه كان ينقصهم حتى لو لم يعجبهم. مواليد شهر أكتوبر الذهب الهدية المفضلة لهم لخوفهم الدائم من المستقبل، فهو يحقق لهم الأمان المادي مع الوقت، لذلك تجدهم دائماً يوفرون المال لتأمين المستقبل لهم ولأفراد عائلتهم، فقطعة الذهب الثمينة ذات الوزن المرتفع قد تكون الهدية الأنسب لهم. مواليد شهر نوفمبر عليك أن تحضر هدية لهم ترضي ذاتهم ليشعروا أنك تحاول إرضائهم، واحرص على أن تكون الهدية ثمينة، فكلما زاد ثمن الهدية شعروا بأنك تسعى جاهداً لإسعادهم، فهم يحبون دائماً الشعور بأنهم أشخاص مميزون وأنهم يستحقون الأفضل دائماً. مواليد شهر ديسمبر الشوكولا في المقام الأول بجميع أشكالها، وكلما تفننت في اختيار الشوكولا كلما كانت سعادتهم أكبر، ولا مانع إذا جاورتها بقطعة مجوهرات مميزة.